نشرة الأخبار من التلفزيون العربي في لندن وتتابعون فيها. عشرات القتلى والجرحى في قصف جوي روسي وسوري على حيي الصخور وبستان القصر في حلب. الجيش الأمريكي يشن ضربات على 3 مواقع رادار تابعة للحوثيين ردا على استهداف المدمرة الأمريكية مايسن. اجتماع في الرياض لدول مجلس التعاون الخارجي وتركيا يبحث تعزيز العلاقات الثنائية وآخر المستجدات في المنطقة. أهلا بكم إلى هذه النشرة، والبداية من سوريا حيث قتل 13 مدنيا وأصيب العشرات بجروح في قصف جوي روسي وسوري على حيي الصخور وبستان القصر في حلب. وقالت مصادر محلية إن فرق الدفاع المدني تعمل على انتشال العالقين تحت الأنقاض جراء القصف الذي سبب دمارا كبيرا في المنازل والممتلكات. وشمل القصف مناطق عدة في الأحياء الشرقية الخاضعة لسيطرة المعارضة، لا سيما حيي عنادان وحيان، كما استهدفت غارات مماثلة بالقنابل الفوسفورية كلا من حيي الفردوس والميسر، ما أدى إلى دمار كبير واندلاع حرائق في الممتلكات. الله أشهد. لم تجد مبادرات التهدئة واتفاقات الهدنة في الحد من كثافة نيران المقاتلات الحربية الروسية التي تساند نظام الأسد في حربه ضد شعبه، حيث واصلت الطائرات الحربية غاراتها الجوية على أحياء حلب الشرقية المحاصرة، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين بينهم أطفال. وتضاف حصيلة اليوم إلى 145 شخصا قتلوا في حلب في اليومين الماضيين جراء القصف الجوي الذي يستهدف المدينة. كما لم يكن حي الصخور والكلاسة بمنأى عن الهجمات الروسية، ما خلف دمارا كبيرا في الممتلكات والأرواح، ناهيك عن العالقين تحت الأنقاض في وقت يحاول فيه الدفاع المدني انتشال الضحايا من بين الركام. كما استهدفت غارات مماثلة وبالقنابل الفسفورية كلا من أحياء بستان القصر والفردوس والميسر، ما أدى إلى دمار كبير واندلاع حرائق في الممتلكات. وفي السياق ذاته استهدفت الطائرات الروسية وسورية بالصواريخ الفراغية بلدتي حيان وكفر حمراء ومدينة عندان بالريف الشمالي لمحافظة حلب. هذا وزادت روسيا من وتيرة غاراتها الجوية التي تستهدف الأحياء الخاضعة للمعارضة في شرقية حلب بعد هدنة استمرت عدة أيام وبعد وقف التنسيق الأمريكي الروسي بشأن سوريا. ولمتابعة تطورات الأوضاع في حلب ينضم إلينا من هناك الناشط الإعلامي أبو هيثم الحر. أبو هيثم، ماذا في تفاصيل القصف الذي يستهدف الأحياء الشرقية في حلب، وما المحاور التي يحاول جيش النظام السوري التقدم فيها؟ نعم، على ما يبدو أن شلال الدم الذي يستمر في مدينة حلب لن يتوقف نهائيا. يوميا تقدم مدينة حلب أعداد كبيرة من الشهداء وسط صمت دولي وعربي. في اليومين الماضيين أكثر من 150 شهيدا هم من سقطوا في مدينة حلب، واليوم تستيقظ هذه المدينة على مجزرة جديدة ارتكبها الطيران الحربي الروسي. 13 شهيدا في حي بستان القصر وأيضا الصاخ حي بستان القصر لليوم الثالث على التوالي، مجازر كبيرة ترتكب فيه نتيجة قصف بالصواريخ الارتجاجية حديثة الاستخدام من قبل الطيران الروسي في مدينة حلب. أيضا حي الصخور تعرض لقصف مماثل من الطيران الحربي الروسي والسوري، أيضا مما خلف عددا من الشهداء. أيضا عدد الجرحى في الحيين تجاوز 25 جريحا تم نقلهم إلى المشافي الميدانية التي هي بالأساس لا تستطيع استيعاب أعداد الجرحى بسبب القصف المتعمد الذي يستهدف هذه المراكز الطبية والمشافي العامة، وأيضا بسبب نقص كبير في الكوادر الطبية والمعدات. وماذا في مستجدات المعارك أبو هيثم؟ ماذا في مستجدات المعارك الدائرة في بعض المحاور الاستراتيجية كحي الشيخ سعيد وأيضا مضخة المياه؟ كيف تتقدم المعارك هناك؟
نعم، في ظل هذه الهجمة الشرسة والمجازر بحق المدنيين، يحاول النظام التقدم على أكثر من جبهة عسكريا، وتعتبر المحاور الأساسية لمعاركه هي حي الشيخ سعيد في الأجزاء الجنوبية من المدينة المحاصرة، حيث أنه لأكثر من 6 مرات متتالية يحاول التقدم في جبهة الشيخ سعيد بمؤازرة من الميليشيات المختلفة الجنسيات وقصف من الطيران الحربي الروسي، إلا أنه حتى هذه اللحظة لم يحقق التقدم على تلك الجبهة، بل على العكس تماما، خسر عدد واضح كبير من ميليشيات مساندة له، وأيضا هناك أسرى من حركة الجبناء العراقية المواذرة له. أشكرك جزيل الشكر على جملة هذه التفاصيل، الناشط الإعلامي أبو هيثم الحر حدثنا من حلب. ونبقى في سوريا، حيث لقي شخصان مصرعهما وأصيب آخرون بجروح جراء استهداف مدفعية جيش النظام السوري لبلدة تل ذهب في مدينة الحولة بريف حمص الشمالية. يأتي القصف بالتزامن مع اشتباكات عنيفة بين قوات النظام ومقاتلي المعارضة قرب مدينة الحولة. هذا وشن طائرات النظام غارات جوية على بلدة الطيبة وكفر لها بريف حمص. أدانت الخارجية الروسية الهجوم الذي استهدف سفارتها في دمشق يوم أمس الأربعاء ووصفته بالإرهابية. وقالت الوزارة إن سفارتها تعرضت لهجوم بقذائف مورتر أطلقت من منطقة خاضعة لسيطرة المعارضة، مشيرة إلى أن إحدى القذائف انفجرت قرب موقع أمني أمام السفارة دون وقوع أي خسائر بشرية. إلى الشأن اليمني الآن، حيث قالت وزارة الدفاع الأمريكية إن الجيش الأمريكي شن ضربات بصواريخ كروز على 3 مواقع رادار في مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن، ردا على هجمات فاشلة على المدمرة مايسون التابعة للبحرية الأمريكية. وأضافت الوزارة أن الضربات التي أجازها الرئيس الأمريكي باراك أوباما تهدف إلى حماية أفراد الجيش الأمريكي والسفن وحرية الملاحة البحرية، وهددت بالرد على أي تهديد آخر للسفن وحركة السفن التجارية الأمريكية. 3 مواقع رادار تحت سيطرة الحوثيين تم تدميرها بصواريخ توماهوك أطلقت من المدمرة الأمريكية USS نيتز. العملية تم إقرارها بعد أن أعطى الرئيس الأمريكي باراك أوباما الضوء الأخضر لشن الهجوم بحسب مسؤولين في وزارة الدفاع الأمريكية. وأشار البنتاغون بأن هذه الضربات المحدودة تأتي في إطار الدفاع عن النفس لحماية أفراد القوات الأمريكية وسفنه البحرية المتواجدة في البحر الأحمر، فيما هدد بالرد على أي تهديد آخر لحركة السفن التجارية الأمريكية. وكانت وزارة الدفاع الأمريكية قد أكدت أن 3 صواريخ أطلقت على المدمرة ميسن المتواجدة عند باب المندب 2 مرة خلال الأسبوع الحالي، كان آخرها أمس الأربعاء، دون أن تصاب بأضرار. من جانبهم نفى الحوثيون استهدافهم لأي بارجة قبالة السواحل اليمنية، فيما رحبت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيان لها استهداف مواقع الحوثيين، واستنكرت اعتداءات الحوثيين المتكررة على السفن في المياه الدولية التي من شأنها تأجيج الوضع في المنطقة حسب قولها. وفي شأن منفصل، أفادت مصادر ميدانية بمقتل قرابة 25 عنصرا من الحوثيين وقوات الرئيس السابق علي عبد الله الصالح في غارات لطائرات التحالف العربي على منطقة حرد على الحدود اليمنية السعودية. كما شنت طائرات التحالف على مواقع للحوثيين وقوات الصالح في معسكر الدفاع الجوي بمنطقة الحبان، شنت عليهم غارات جوية شرقية محافظة تعز. في غارات مماثلة قصفت طائرات التحالف مواقع للحوثيين في مديرية عتبة بمحافظة تمار وسط البلاد. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من صنعاء مراسلنا نبيل اليوسفي. إذن نبيل، بشأن هذه المدمرة الأمريكية واستهدافها من قبل الحوثيين، كيف ينظر إلى ذلك في صنعاء؟ هل ينظر باعتباره فقط إجراء عقابي من طرف الولايات المتحدة وسوف يقف عند هذا الحد، أم أن هذا التطور النوعي له ما بعده؟
نعم سارة، بالنسبة للإجراءات على الأقل بالنسبة للشارع اليمني هنا في صنعاء لم يهتم بهذا الموضوع أكثر، ولكن بالنسبة للشارع السياسي وتحديدا إعلام الحوثيين فقد سخروا من هذا الاتهام بحسب إعلام الحوثيين وبالتحديد وكالة سباء التي يديرها الحوثيون، وأكدوا بأن هذا الخبر لا أساس له من الصحة. هذا النفي يأتي على لسان مصدر عسكري، وهو للمرة الثانية أعلن فيه الحوثيون نفيهم لاستهداف أي مدمرة أمريكية على البحر الأحمر وبالتحديد في محافظة الحديدة على البحر الأحمر، مؤكدين بأن هذا لا يأتي إلا تغطية للجرائم أو لجريمة القاع الكبرى التي استهدفها الطيران بحسب قولهم في وكالة سبا استهداف الطيران للقاع الكبرى والتي راح ضحيتها حوالي 800 قتيل وجريح، لذلك فهم ينفون نفيا قاطعا استهدافهم للمدمرة الأمريكية على البحر الأحمر في الوقت الذي ردت فيه البحرية الأمريكية بحسب مصادر، وكذلك استهدفت رادارات بصواريخ كروز أو بثلاثة صواريخ كروز على المناطق في الموقع الساحلي على البحر الأحمر. هذا سار بالنسبة للتصعيد أو على البحر الأحمر ما بين التحديث للحوثيين، كذلك هناك تصعيد آخر على الحدود اليمنية السعودية وبالتحديد في منطقة البقع وهي من المناطق الاستراتيجية الهامة، حيث نفى الحوثيون كذلك هذا اليوم بأنه لا يوجد أي تقدم للمقاومة الشعبية في هذه المنطقة، هو منفذ إلى المملكة العربية السعودية وتابع لمحافظة صعدة المعقل الرئيس للحوثيين، نفوا أن يكون هناك أي وصول للمقاومة الشعبية إلى ذلك المكان، وأكدوا بأنهم استهدفوا آليات عسكرية تابعة للمقاومة جاءت عن طريق نجران الحدودية مع هذه المنطقة ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى من المقاومة، في وقت أكدت مصادر عسكرية من في المقاومة الشعبية أكدت كذلك في الجيش الوطني التابع للرئيس هادي أكدوا بأنهم قاموا بنزع 60 لغم أرضي في منطقة البقعة هذا اليوم، وهم قالوا بحسب قولهم أو بحسب المصدر العسكري التابع لهم بأنهم يواصلون تقدمهم في منطقة البقعة التابعة لمحافظة صعدة على كل على الحدود اليمنية السعودية. نتابع معك تطورات الموقف خلال نشرتنا اللاحقة، أشكرك جزيل الشكر مراسلنا من صنعاء. يعقد في العاصمة السعودية الرياض في وقت لاحق اليوم اجتماع مشترك لوزراء خارجية دول التعاون الخليجي مع نظيرهم التركي مولود جاويش أوغلو في إطار الحوار الاستراتيجي القائم بين الجانبين. وقال الأمين العام لمجلس التعاون عبد اللطيف الزياني إن الاجتماع سيبحث سبل تعزيز العلاقات بين دول الخليج وتركيا في مختلف المجالات، كما سيناقش الاجتماع القضايا الراهنة وتطورات الأوضاع الأمنية والسياسية في المنطقة، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب. أعلنت الخارجية العراقية أنها استدعت السفير التركي لدى بغداد وسلمته مذكرة احتجاج شديدة اللهجة على خلفية تصريحات أخيرة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن القوة العسكرية التركية في معسكر بعشيقة شمال شرقي الموصل. وكان أردوغان قد قال أمس إن بلاده لن تسمح بأن تتسبب معركة الموصل المرتقبة في دماء ونار بالمنطقة لما سيترتب عليها من صراع طائفي، بينما توعد الحشد الشعبي أنقرة بمهاجمة مصالحها إذا لم تسحب قواتها من العراق، وذلك ردا على تصريحات لمسؤولين أتراك أكدوا على بقاء قواتهم شمالي العراق ومشاركتهم في معركة الموصل. أعلنت قيادة عمليات الجزيرة بمحافظة الأنبار عن استعادة القوات العراقية السيطرة على طريق بيجي حديثة بالكامل وتفكيك العبوات الناسفة التي زرعها ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية. وقالت المصادر إن وحدات تابعة للفرقة السابعة في الجيش العراقي بدأت بنصب حواجز تفتيش وأبراج رصد على طول الطريق الاستراتيجي. من جهة أخرى أعلن مصدر عسكري عن مقتل 3 جنود عراقيين في هجوم شنه عناصر من تنظيم الدولة الإسلامية على تجمع عسكري غرب الرطبة في محافظة الأنبار. ونشرتنا متواصلة معكم من التلفزيون العربي وتتابعون فيها، لكن بعد الفاصل. ظاهرة جرائم الشرف تؤرق المجتمع الأردني ومطالبات بسن قوانين للحد من انتشارها. أهلا بكم من جديد. اتهمت امرأتان المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأمريكية دونالد ترامب بالتحرش بهما،
ونقلت صحيفة نيويورك تايمز تصريحات للسيدتين الأمريكيتين، قالتا إن ترامب قام بلمسهما بطريقة غير لائقة، ولكن مسؤولين في إدارة الحملة الانتخابية لترامب نفوا صحة تلك التصريحات. ووصف مسؤولون في حملة ترامب هذه الاتهامات بأنها محض خيال. وقالت في بيان إن صحيفة نيويورك تايمز تقود حملة مغلوطة تهدف لاغتيال شخصية ترامب معنويا في إطار السباق المحموم إلى سدة الرئاسة الأمريكية، وفي طور المناظرات التلفزيونية يحاول كل مرشح الحذ من فرص منافسه عبر النبش في ماضيه والتركيز على العيوب في تاريخ الخصم السياسي أو الاجتماعي. شكل صعود دونالد ترامب إلى سدة الحزب الجمهوري في انتخابات تمهيدية ثم إعلانه مرشح الحزب في الانتخابات الرئاسية صدمة لكثيرين بمن فيهم قادة من الجمهوريين، لكن الفضائح المتكررة التي تهز حملته دفعت بعض قادة الجمهوريين إلى سحب تأييدهم لترامب الذي أثار الكثير من الجدل بحسب ما يصفون. الحزب الديمقراطي ليس أفضل حالنا، لكن مراقبين يرون أن صراعا محتدما يشتعل في أروقة الحزب. إن الحرب الأهلية في الحزب الجمهوري بدأت منذ عام 2010 مع صعود حزب الشاي، ففي نظام سياسي يفرض التسوية ليس جيدا أن تصبح التسوية غير مقبولة في الانتخابات. عندما يخاف المرشح أن يخسر الانتخابات التمهيدية أكثر من خوفه من خسارة الانتخابات العامة، فهذا شيء سيء. When people are more afraid of losing primary elections than general elections, it's a sad state. ورغم الفضائح المتكررة وانخفاض شعبية ترامب في استطلاعات الرأي، إلا أن فرصته ما زالت قائمة في الانتخابات إذا لم تظهر فضائح جديدة تهز حملته أو تزيد من حظوظه بالفوز، خاصة في حال ظهور فضائح جديدة للمرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون قد تصب لصالح حملة ترامب الانتخابية. هجوم ترامب على خصومه ومنتقديه من خلال وسائل التواصل الاجتماعي يفسر شخصيته الانفعالية، ما قد يؤثر سلبا على حملته الانتخابية المرتكزة أصلا على سوق الاتهامات الشخصية والطعن في نزاهة الخصم في منافسة محمومة نحو البيت الأبيض. ريما محمدية، تلفزيون العربي، واشنطن. أفاد مراسل التلفزيون العربي في القدس المحتلة بأن جنديين إسرائيليين أصيبا بجروح طفيفة جراء دهسهما بسيارة على حاجز زعيم بالقدس. ورجحت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أن تكون الحادثة عملية دهس مقصودة، وأوضحت أن السائق لاذ بالفرار، وبأن قوات ما تسمى بحرس الحدود تجري عمليات البحث عن السيارة. نظمت جمعية واعد للأسرى والمحررين الفلسطينيين وقفة تضامنية مع الأسيرة الطفلة إيمان أبو صبيح، وشارك في الوقفة التي نظمت أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر بغزة طالبات من مدارس القطاع طالبنا فيها المؤسسات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان بالتدخل للإفراج عن الأسيرة أبو صبيح والأطفال المعتقلين في السجون الإسرائيلية. وكانت الطفلة إيمان أبو صبيح ابنة منفذ عملية القدس مصباح أبو صبيح قد تم اعتقالها عقب تنفيذ العملية التي أسفرت عن مقتل إسرائيليين واستشهاد منفذها. آخر الأخبار الاقتصادية نتابعها في هذه الجولة السريعة. وافق البنك المركزي الأيرلندي للتعامل مع خطوة السعودية لطرح سندات تم توصيفها بالسندات الدولية متوسطة الأجل بقيمة لا تقل عن 10 مليارات دولار، تتوزع مراحل نضوجها بين 5 و10 سنوات و30 سنة. يذكر أن خطوة طرح السندات السعودية الأخيرة تأتي مع عجز تعاني منه الميزانية السعودية هذا العام ب 87 مليار دولار، وهي تمثل فرصة ثمينة لكبرى البنوك الاستثمارية العالمية لإثبات جدارتها قبل خطوة شركة أرامكو المرتقبة لطرح العرض الأولي ل 5% من سهمها. تراجع الجنيه المصري في السوق الموازية ب 10% إلى ما يزيد عن 15 جنيه خلال الأسبوع الماضي، ما دفع بالفجوة مع السعر الرسمي للاتساع ب 8.8%.
بسبب القرار الذي اتخذته شركة أرامكو السعودية إيقاف إمدادها من المنتجات النفطية إلى مصر، الأمر الذي زاد من الضغوطات على الاحتياطي النقدي المصري بالدولار ب 150 مليون دولار أسبوعيا لتأمين حاجيات السوق المصرية من المنتجات النفطية، وزاد من الضغوطات على البنك المركزي المصري في إمكانية تعويم الجنيه المصري لتلبية شروط صندوق النقد الدولي قبل تقديم حزمة القروض المرتقبة. مع الفوائد الكبيرة التي ستجنيها تركيا من خلال مشروع السيل التركي الذي سيؤمن نقل 30 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي الروسي عبر المياه التركية نصفها لتغطية السوق الداخلية التركية، يرى صيادو السمك الأتراك أن المشروع سيسبب أضرار بيئية خطيرة تؤثر على نشاطهم اليومي ويترك تبعات سلبية كبيرة على القطاع السياحي، مطالبين الحكومة التركية بتعويضات عن خسارتهم. أصدر بنك الاستثمار العالمي مورغان ستانلي توقعات في غاية السلبية بالنسبة لنشاط الجنيه الاسترليني مقابل اليورو، مشيرا إلى أن الجنيه سيعزز خطه التراجعي خلال الأسابيع المقبلة مع الضغوطات الكبيرة التي تعكسها إمكانية خروج الصعب لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي وحال التراجع المتنامية التي باتت الصفة الغالبة للسوق البريطانية في جاذبيتها الاستثمارية، وأن بنك إنجلترا المركزي قد يبدو عاجزا للتدخل للسيطرة على التراجع الاسترليني. تمثل الصين أكبر قوة تصديرية في العالم، حيث أصبح نشاط قطاع الصادرات الصيني أحد أهم المؤشرات الاقتصادية عن حال الاقتصاد العالمي، ومع البيانات الحكومية الصينية الأخيرة التي أشارت إلى هبوط مستوى الصادرات الصينية هذا العام ب 1.9% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي بسبب تراجع مستوى الطلب العالمي، تأتي البيانات الصينية متوافقة مع التوقعات المعدلة سلبيا لصندوق النقد الدولي بخصوص مستوى النمو للاقتصاد العالمي. أعلنت السلطات الألمانية أن اللاجئ السوري جابر البكر الذي اعتقل الاثنين الماضي بشبهة التحضير لهجوم إرهابي انتحر في السجن. وقالت السلطات أن البكر شرق نفسه داخل زنزانتها. وكانت الاستخبارات الألمانية قد أعلنت أن البكر البالغ من العمر 22 عاما خطط لاستهداف أحد مطارات العاصمة برلين. الآن إلى إطلالة سريعة على أهم الأخبار الرياضية. عين الهلال السعودي المدرب الأرجنتيني الشهير رامون دياز مدرب منتخب باراغواي في كوبا أمريكا الأخيرة، ووافق دياز على قيادة الهلال لمدة موسم قابل للزيادة في حال موافقة الطرفين، وذلك مقابل مبلغ يتجاوز 2 مليون دولار أمريكي. خاض الأسطورة الأرجنتيني مارادونا والبرازيلي رونالدينو والإيطالي فرانشيسكو توتي ونجوم سابقون آخرون مباراة من أجل السلام الخيرية والتي أقيمت في العاصمة الإيطالية روما، وانتهى اللقاء بفوز فريق رونالدينو على نظيره فريق مارادونا بنتيجة 4 أهداف مقابل 3، حيث أحرز للأول كل من كانوتي وكريكيتش والثنائي الأرجنتيني هرنان كريسبو وفرناندو كافيغاني. في المقابل أحرز أهداف فريق مارادونا كل من أنطونيو ديناتالي وتوتي وبورديسيو. دخل اللاعبان الأرجنتينيان دييغو مارادونا وإخوان سيباستيان فيرون في مشادة كلامية خلال مباراة من أجل السلام الخيرية والتي أقيمت في العاصمة الإيطالية روما، حيث شاب التوتر العلاقة بين اللاعبين خلال الفترة الأخيرة بسبب خلافهما حول الموقف المتأزم الذي يمر به الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم. انتهت فترة تايسون فيوري المليئة بالمشاكل والتي امتدت 11 شهرا كبطل العالم للملاكمة للوزن الثقيل، بعد أن أعلن الملاكم البريطاني أنه سيتنازل عن لقبي رابطة الملاكمة العالمية ومنظمة الملاكمة العالمية للتركيز على التأهيل الطبي والتعافي. ولم يخض الملاكم البالغ من العمر 28 عاما أي نزال منذ الفوز على الأوكراني فلاديمير كليتشو في نوفمبر 2015، واعترف بعد ذلك بتناوله المخدرات للتغلب على الاكتئاب. استطاع محمد الشوربجي وجيمس ويلستروب ونور الشربيني ورنيم الوليلي
حجز مقاعدهم في الدور نصف النهائي للبطولة الأمريكية المفتوحة للسكواتش. ففي منافسات الرجال تغلب محمد الشوربجي على مروان الشوربجي بثلاثة أشواط مقابل لا شيء، فيما تغلب جيمس ويلستروب على ستيفان كوبينجر بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد. وفي منافسات النساء تغلبت نور الشربيني على أليسون ووتر بثلاثة أشواط نظيفة، فيما فازت رنيم الوليلي على نيكول ديفيد بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد. ظاهرة جرائم الشرف لا تزال تؤرق المجتمع الأردني، حيث ارتكبت أربع جرائم بحق النساء الأردنيات بداع الشرف خلال أسبوع واحد، وتبلغ معدلات هذه الجرائم سنويا قرابة 22 حالة، وسط مطالبات بسن قوانين للحد من انتشار هذه الظاهرة. نساء وفتيات أردنيات يقتن على أيدي أقاربهن الذكور بداع الشرف في ظل غياب القوانين وقصورها في توفير الحماية لهن، ليصبحن ضحايا جرائم لم تثبت إدانتهن فيها. أعتقد مصطلح جريمة الشرف مصطلح بحمل في طياته التبرير للقتلة، والأبشع بهذه الجرائم أنه الأطراف اللي ارتكبوا الجريمة هم ليسوا غرباء، هي جرائم اجتماعية بامتياز بتحتاج يمكن لتغليظ أكثر للعقوبات، رغم أن الأردن غير بنمط العقوبات، إلا أنه التغيير اللازم في السلوك المجتمعي بالسلوك الثقافي واحترام الأنثى ككيان. التقاليد والعادات الاجتماعية والثقافية التمييزية المتصلة بمكانة النساء داخل الأسرة والمجتمعات المحلية والمجتمع بشكل عام والسيطرة على حريتهن، جميعها مبررات تستخدم لارتكاب العنف ضدهن بمختلف أشكاله. لو ما عملنا لها قانون يحد منها هي رح تزيد بالانتشار، لأنها هي أساسا تعتبر عقيدة أو فكر أو عشائري، أنه إذا البنت غلطت إحنا رح نعاقبها. هي هاي جرائم عنف ضد المرأة يعني، والمفروض يعني أنه الواحد شوي يتوسع فكره يعني ويصير فيه تفاهم. وشهد الأسبوع الماضي ارتكاب أربعة جرائم بحق النساء والفتيات بحسب جمعية معهد تضامن النساء الأردني تضامن، التي اعتبرتها دليلا آخر على أن دائرة العنف ضد تلك الفئة لا زالت كبيرة. استمرار ارتكاب جرائم القتل بحق النساء والفتيات الأردنيات بذريعة الشرف وتنوع أساليب ارتكابها تستدعي تدخلات حكومية وتشريعية لوقفها وإيقاع عقوبات قانونية رادعة بحق مرتكبيها. فرح العطيات، التلفزيون العربي، عمان. وبهذا نأتي إلى نهاية هذه النشرة. زوروا موقعنا على الإنترنت العربي .tv للمزيد من المعلومات وتفاصيل، كما بإمكانكم إبداء آرائكم ومقترحاتكم على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. شكرا على حسن المتابعة وفي أمان الله.